اهلا وسهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. شوف احنا كتير جدا بنتكلم على الوضع الاقتصادي لانه عمليا هو ده الشغل الشاغل مش بس بتاع مصر، هو بتاع كل الدنيا على سبيل المثال. حتى لما كنت بتكلم انا وزميلي العزيز يوسف عابدين على مهرجان الطماطم اللي في اسبانيا ده، فكنا بنقول طب يعني هو مش العالم بيعاني المفترض جدلا من نقص في الغذاء؟ مش وقته بقى مهرجان الطماطم ده يعني والاهدار يعني بصرف النظر. لكن هرجعك تاني على مسألة الاقتصاد. أصبح كل مواطن في الدنيا مهموم بالأوضاع الاقتصادية بتاعت بلاده، وبطبيعة الأحوال فإن المواطن المصري هو كمان مهموم بالوضع الاقتصادي المصري، وجزء كبير وده عادي وغير مستهجن على الإطلاق، جزء كبير من اهتماماته منصب على معيشته وحياته اليومية، والأسعار بتزيد ولا الأسعار بتستقر ولا الأسعار هتقل. نتمنى في يوم من الأيام الأسعار تقل طبعا، مش دي برضو المسألة اللي احنا دلوقتي بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في انه هل الدولة شايفة اللي بيحصل، شايفة كم المعاناة اللي بيبقى موجود على كاهل المواطن بسبب الأسعار اللي بتتزايد؟ اقول لك بمنتهى البساطة بالتأكيد. عشان كده الدولة كل وقت والتاني لما بتحصل أزمات زي ما حصل قبل كده أزمة الكورونا، وزي ما حصل مؤخرا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية منذ بدايتها في 24 فبراير سنة 2022 الجاري، بدأت الدولة تاخد مجموعة من الخطوات اللي بنسميها مظلة الحماية الاجتماعية. ويمكن يعني أواخر الخطوات، احنا مش بنتكلم عن أنه دي الخطوة الأخيرة، من أواخر الخطوات اللي معمولة هي توجيه مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بإيه؟ بأنه الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقة التموين يزيد. طيب يزيد قد إيه؟ يزيد أقولك، البطاقة اللي عليها أسرة واحدة بتزيد 100 جنيه، البطاقة اللي عليها أسرتين لحد ثلاثة بتزيد 200، البطاقة اللي عليها ثلاث أسر أو أكتر بتزيد 300 جنيه. طيب هل ده لاقى ترحيب أو إشادة؟ طبعا الترحيب والإشادة الأكبر والأهم والأوقع والأعمق هي بتاعت الناس. يعني الناس لما هتيجي تنزل تصرف التموين هيشعروا بالفروق، وبالتالي الناس وهي بتشعر بهذه الفروق هتعرف يعني ايه او هتلمس يعني ايه، كما جرى وحصل قبل كده انه البلد واقفة جنب المواطن، بتحاول تقف جنبه قدر الامكان. هرجع اقولك الحمد لله والشكر لله احنا ما عندناش حاجة ناقصة من على الارفف على الاطلاق. الحمد لله احنا اوضاعنا اعلى من غيرنا حتى في العالم المتقدم. يمكن احنا امبارح كنا بنتكلم على المانيا وانجلترا بالتحديد اللي حددوا كوتا للشراء، ما ينفعش تشتري اكتر من كذا مثلا في عبوات الزيت، اكتر من كذا في مش عارف في السلعه الفلانيه، اكتر من كذا في السلعه العلانيه. مصر الحقيقه ما حددتش ده على الاطلاق، بل بالعكس الحاجه موجوده. هتيجي تقولي بس الاسعار غاليه، هقول لك مظبوط، وفي المانيا الاسعار اغلى، وفي انجلترا اغلى، وفي امريكا اغلى واغلى. يعني معدلات الزيادة في الأسعار اللي حصلت في مصر أقل كتير من نفس المعدل، نسبة الزيادة أقل كتير من اللي حصل في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة مصر عملت إيه؟ الدولة الحكومة عملوا إيه؟ قالك والله لو إنه الزيادة هتؤدي مثلا إلى إنه تبقى الأسعار الضعف، فالدولة هتتحمل من موازنتها 75% وتسيب الزيادة تبقى بس مثلا يعني 25% دي اللي هيتحملها المواطن. أنا مش عاوز أحمل على المواطن زيادة عن اللزوم، عاوز المواطن يشعر بمساحة. يشعر بإيه؟ بمساحة. هتجد إنه رؤساء الأحزاب المصرية، هتلاقي إن رؤساء الأحزاب المصرية بالفعل بدأوا يعبروا الحقيقة عن كامل امتنانهم وتقديرهم لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي للمواطنين. زي ما كنت بقول لك من شوية تاني، بطاقة عليها أسرة لحد أسرتين دي بتزيد 100 جنيه، أما من 2 لتلاتة بتزيد 200، أما من 3 إلى ما هو أكثر فبتزيد 300. وزير التموين الحقيقة وضح أن الحسبة الاستثنائية بتتضمن بالتفصيل أهو 100 جنيه على بطاقة التموين. أنا بقولها لك تاني، بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل على أسرتين أو ثلاثة، البطاقات اللي بتتضمن أكتر من ثلاث أسر يتحط عليها 300 جنيه.
طيب خلونا نشوف على سبيل المثال الأحزاب تلقت هذا الإجراء أو هذا التوجيه إزاي. معنا على التليفون دكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ. إزاي الصحة؟ يعني دكتور الله. كيف يرى حزب الوفد العريق الإجراءات والتوجيهات الأخيرة للرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين؟ الحقيقة أنا أصدرت بيان ونزل في الجريدة والمركز الإعلامي إن إحنا سعداء بهذا القرار، لأن هذا القرار أسعد الطوائف الأكثر احتياجا ووضع معيار اللي هو مرتبط بالبطائق والبطائق البطاقات التموينية اللي بتصرف للفئات اللي هي من الناحية يعني المتوسط الدخل الضعيف وراء التدرج، والحقيقة راعى التدرج وراعى برضو الحالة الاقتصادية للبلد. فالحقيقة يعني نبض وكلام الناس يعني في سعادة بهذا القرار، ونحن مع هذا القرار، ولأن ده دور، وده حتى ده من فعاليات الحوار الوطني لما نشوف في البعد الاجتماعي هو تطبيق لما قيل والاقتراحات في الحوار الوطني. فإحنا الحقيقة بنحيي وبنسمن هذا القرار. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور عبد السند يمام رئيس حزب الوفد. طبعا من المعروف انه حزب الوفد تقريبا هو اقدم الاحزاب المصريه الموجوده ان لم يكن من اقدمها. فمعانا كمان سياده النائبه اميره صابر عضو اللجنه الاقتصاديه بالحوار الوطني، اهلا بك يا سياده النائبه. الو، معانا على التليفون النائبة أميرة صابر عضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا أميرة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، إيه أحوالك؟ كله تمام؟ الحمد لله كله خير. باعتبار أنه النائبة أميرة صابر هي عضو اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني وبطبيعة الحال نائبة بمجلس النواب، شفتوا إزاي يا أميرة مسألة توجيهات الرئيس الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين وأثر ده يبقى عامل إزاي؟ فضل ما حضرتك فضل سمعاني كويس؟ يا أميرة ايوه مع حضرتك، اتفضل. أيوة السؤال، شفت ازاي القرارات اللي طلعت النهارده بالظبط كده وبتشوفوا الاثر بتاعها يبقى عامل ازاي على المجتمع؟ طيب يعني لا يخفى على حضرتك وحضرتك كمان نيابي انه يعني في مطالبات واسعه من كل القوى السياسيه بالنظر للاوضاع المعيشيه للناس وتحديدا طبعا الفئات الاكثر احتياجا طبعا، لان هم المتضررين بشكل ضخم جدا من الازمه الاقتصاديه الاخيره ومن معدلات التضخم ومن زياده الاسعار. انا شفت القرارات النهارده انها قرارات ضروريه، يعني كان في مطالبات بيها من كل القوى السياسيه، لانه الحقيقه لما بنتكلم على الضمان الاجتماعي فاحنا بنتكلم على ملف يخص السلم المجتمعي. بنتكلم عن ملف يخص انه الناس تقدر تعيش حد التفافي، يعني ما يضمن بقائهم احياء. فكل القرارات النهارده ضروريه وحاسمه وحاكمه جدا، واتمنى كمان انه يعني قرارات مستقبليه في هذا النطاق علشان نحاول نخفف من اثر الازمه على الفئات الاكثر احتياجا. وفي ذلك كمان يذكر انه الحقيقه في ادوار مهمه جدا، في ادوار نيابيه احنا محتاجين اننا نتواصل اكثر مع كل القطاعات، نوصل المشكلات للجهات التنفيذيه. محتاجين كمان المجتمع المدني يطلع بمسؤوليات، والحقيقه انا مش بشوف ابدا ان هو منفصل عن حل هذه الازمه، واعتقد دلوقتي في مساحه اوسع للعمل الميداني للمجتمع المدني والجمعيات الاهليه، واتمنى انه يبقى في نهج في التوسع فيها، لانه وجودهم النهارده في كل شارع وفي كل قريه ضروري جدا جدا علشان يتكاتف الجميع تنفيذي وتشريعي ومجتمع مدني وغيره لغايه ما نعبر هذه الازمه الحاده الطاحنه بسلام. طيب مهم جملة قلتيها انه احنا كمان في انتظار المزيد من القرارات اللي بتصب في صالح المجتمع والفئات الاكثر احتياجا، يعني بتتمني او بتريدي اي نوع من القرارات او شكل من اشكال القرارات، او حتى لو ارادت النائبة اميرة صابر ان ترجح او تقترح قرار ما؟ يعني طبعا انا بعتني بالمقام الاول بما يخص انه الناس تبقى سليمة جسديا
والناس تبقى الحاجات الضرورية اللي أنا بشوفها على التعليم والصحة للفئات الأكثر احتياجا، جانب طبعا السلع الغذائية والتموينية، يتوفروا بأقل قدر ممكن من التكاليف، وإن يكن كمان بأكبر قدر ممكن من الدعم، وإننا نتوسع في ده في كل القطاعات. النقطة الثانية إنه كمان يمكن الطبقة الأكثر احتياجا دايما جنب الدعم مهم قوي يبقى فيه برامج إنتاجية. يعني أنا ممكن أوظف هذه الطاقة البشرية في إن أنا ألاقي فرص عمل ليها مناسبة ومنتجة، وأحولها من إنها يعني بتاخد من موازنات الدعم لأنها قادرة إنها تعيش حد الكفاف وتعيش حياة كريمة. وما نقدرش كمان يا أستاذ يوسف نفصل أبدا قراءات مهمة حطها الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء تخص صحة الأم والطفل وتخص صحة العاطفين بشكل عام، وكذا رقم تاني، من غير ما نشوف أثر مشروعات ضخمة زي حياة كريمة أو غيره. الحقيقة الحلقات كلها بتشبك في بعضها. صحيح. والضمان الاجتماعي مش بشوفه رفاهية، مش بشوف أبدا إن قرارات النهاردة هي مثلا منها من الدولة، لا أبدا، هي حاجات ضرورية ومؤسسة علشان نقدر كمجتمع نعبر هذه الأزمة بتماسك السلام. هي واحد من الادوار الرئيسيه اللي لازم تلعبها الدوله طول الوقت، مفيش اي خلاف على ده. انا بشكرك جدا سياده النائبه اميره صابر، عضو اللجنه الاقتصاديه بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. شوف اللي قالته اميره بالمناسبه مهم جدا، انه الدولة مش بتمن عليك في حاجة، يعني برضو علشان تبقى انت فاهم، والدولة عمرها ما قالت ان هذا من على المواطن، هو دور الدولة هي تسهيل حياة المواطن طول الوقت، يعني حمايته على مختلف الأصعدة، وده مهم جدا. جزء من الحماية دي هي حمايته الاجتماعية، ده واحد، وحمايته الاجتماعية دي بيندرج تحتها حمايته الاجتماعية دي يعني حقه في التعليم وحقه في الصحة وحقه في السكن وحقه في العمل بالمناسبة. طيب من ناحية تانية، واللي قالته بقى أميرة في النقطة دي هيبقى مهمة أوي، هي مسألة التمكين الاقتصادي. علينا أن احنا نشتغل أكتر على مسألة التمكين الاقتصادي للمواطن المصري، أعتقد أنه هيبقى جزء كبير جدا من هذا الملف يلقى على عاتق وزارة الصناعة والوزير الجديد الصديق الرائع أحمد سمير. مسألة ان احنا هنشوف نشتغل ازاي بأفكار جديدة وخارج الصندوق ينتجها عقل شاب مع فريق العمل الموجود جوه الوزارة، عقل شاب بتاع وزير احمد سمير، ويشوف هنقدر نعمل ايه ايضا مع المحافظات، نشوف هنقدر نعمل ايه مع المبادرات المختلفة علشان اقدر اشجع اكتر على التصنيع. النهاردة دكتور مصطفى مدبولي على هامش اهلا مدارس فكان بيتكلم ان احنا سنة بعد سنة بيزيد او بتزيد نسبة الاسهام المحلي في الانتاج. طيب يعني الشيء اما المنتج المصنع ده نسبة المنتج المحلي فيه بتزيد او المكون المحلي فيه بتزيد، احنا عاوزين نوصل الى نسب اعلى من ده. طيب عشان نوصل لنسب اعلى من ده، ده معناها ان احنا لازم نشجع الصناعة متناهية الصغر، متناهية الصغر والصغيرة، للوصول إلى أن هي تبقى المورد الرئيسي لصناعات قد تكون أكبر وما إلى ذلك. يعني مصانع صغيرة وورش صغيرة دي بتنتج قطع غيار لمختلف أنواع المنتجات والصناعات إلى آخره. عشان كده أنا بقول لك هنا إيه، هنا يلقى جزء كبير جدا من هذا الملف على عاتق الوزارة وعلى عاتق الوزير الجديد اللي بإذن الله نتمنى له كل التوفيق. خلينا نروح ليمكن سياق آخر، وتحديدا حزب حماة الوطن اللي بينظم احتفالية كبرى بأوائل الشهادة بتاعة الثانوية العامة والفنية والأزهرية وأيضا من أصحاب الهمم يوم الجمعة بإذن الله. حماة الوطن بيعمل ده انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب في إطار السياسة اللي بينتهجها في تشجيع المتميزين في المجالات كلها تقريبا. احنا معنا على تليفون أستاذة رانيا ربيع المسؤول الإعلامي لحزب حماة الوطن. أهلا أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. الحمد لله. عايزين نتكلم على فعالية يوم الجمعة أكتر، اشرح لنا يا فندم. فعالية يوم الجمعة هيكون فيها تكريم المتفوقي الثانوي بشكل عام، مش ثانوية عامة فقط. أيوه. بل بالعكس معنا أزهري ودبلومات وكمان المكفوفين هيشرفونا. أيوه. وهيتم تكريمهم بحضور السيد وزير التربية والتعليم. كويس جدا. التكريم هيبقى شكله عامل ازاي؟ يعني محتاجين نعرف تفاصيل، ما تسيبيناش كده.
اوكي مش هنسيب حضرتك. التكريم سياده الوزير ده في اول فعاليه دي هيشرفنا. هنقدم للطلبه تكريم مادي وهيكون في مفاجآت، ممكن نعلن دلوقتي عن جنيه ذهب هيتقدم لهم شهادات تقديريه. حلو. هيكون موجود في فندق الماسا ان شاء الله يوم الجمعه. هنقدم لهم كمان فيلم تسجيلي عن جهود الدوله في التعليم، سواء ما وفرته للتعليم الفني، ما قدمته حياه كريمه للقرى والى اخره من مبادرات تعليميه او فصول او مدارس. فبرضه هنعرفهم باللي بتعمله الدوله وبيعملوا استراتيجيه التعليم في مصر ايه، والانجازات اللي تمت ايه والمجهودات. كويس جدا كويس جدا. طيب يمكن انا عايز اقترح اقتراح، ينفع؟ اتفضل يا فندم. فليعرض على حماة الوطن وعلى الشعب الجمهوري ومستقبل الوطن والوفد وكل الاحزاب، يعني ليه ما نعملش حاجة كده كل الأحزاب سواء إذا كانت معارضة أو موالاة، بأن إحنا نشتغل على حزمة منح دراسية؟ يعني إذا كانت حضرتك حرقت مفاجأة مهمة يا فندم. لا يا شيخ يعني طب قوليها لي دي. ها. هيكون في بالفعل دراسة لهذا الأمر، وقد يعلن في الحفل عن بعض هذه المنح التي ستقدم لعدد من رجال الأعمال اللي هيكونوا حاضرين. رائع. وتدرس حالات وترفع لعدد من رجال الأعمال الآخرين. جميل 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 جميل. دي بقى أحلى عندي مليون مرة من أي مكافآت مالية أو حتى جنيه ذهب. الولاد لما هياخدوا المنحة مفاجأة للولاد. في حاجة أحلى كمان لسه ولا إيه؟ لا يعني حتى الآن هذا قائم. ماشي. لا يا فندم احنا بنعد كل ما يهم الدولة في شأن التطوير في كافة المجالات بإذن الله. بإذن الله بالتوفيق. وفكرة أكتر من كويسة طالما أن أنتوا هتعملوها. خلاص كده يبقى أنا اللي اقترحت اقتراح متأخر حبتين. لا تمام، نورتنا. أشكرك يا فندم. لا يا فندم حضرتك نورتينا بإذن الله. أشكرك جدا يا فندم. كل الشكر للأستاذة رانيا ربيع المسؤول الإعلامي لحزب حماة الوطن. صدقوني الجو بتاع زمان ده ما بقاش موجود حقيقي. يعني اللي موجود هو ان الكل بيفكر ازاي نقدر، عارف انت هنيدي لما بيقولك زق معايا اليوم، احنا هنزق بلدنا لقدام بالطول بالعرض، هتطلع لقدام في شرط واحد، لا تفقد الثقة ولا تفقد ايمانك على الاطلاق، ما تتهزش، اثبت انت جامد. فاصل ونكمل الكلام. الحقيقة الدوري التميز هو من كل سنة وبنعمله نتيجته في شهر 8. الإدارات المعنية بالتخطيط والموارد البشرية بتحط أسس يتم القياس عليها، فبالتالي احنا كل سنة بنكرم المجدين والمميزين من العاملين والإدارات داخل قطاع الوزارة. الجانب كمان الآخر هو الجانب الاجتماعي، ان الوزارة والعاملين في الوزارة نكون موجودين يعني كلنا، ويكون في مناسبة اجتماعية نحتفي ونحتفل بيها يعني بشكل آخر، وجودي كوزير الشباب والرياضة ووجود القطاعات كلها والسادة قيادات الوزارة يعني في هذا التواجد الكبير. التميز هو إثابة المتميزين من الأفراد والقيادات والعاملين والإدارات داخل وزارة الشباب والرياضة. أنا بشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي على التكريم ده، ودي تاني مرة على التوالي. السنة اللي فاتت برضو قرية بهيج، ودي من قرية حياة كريمة اللي سيادة الرئيس اشتغل فيها على مستوى قرى مصر، والحمد لله السنة اللي فاتت 2021 خدنا احنا مركز شباب قرية المركز الأول، والسنة دي الحمد لله مركز أول برضه. فكرة المبادرة بتتكلم على تعليم الصم قراءة وكتابة وتعليم طلاب المدارس لغة الإشارة. بنحاول نعمل لهم دمج في المجتمع للفئه دي، لان انا ام البنتين من الصم، فنفسي يبقوا يعني مختلطين بكل حد، يبقى ليهم دمج، ما ندورش ان يبقى في مترجم اشاره، لا، لان هما مش بيحبوا حته ان يبقى في وسيط بينهم وما بين اللي بيتعاملوا معاه. فخور بان انا موجود وسط المتميزين على مستوى الجمهوريه. التنظيم الحفل تنظيم فوق الوصف. طبعا بالنسبة للي أنا فيه النهاردة مش هقدر أوصفه من قمة السعادة، من تكريم، من أن أنا أطلع أسلم على سيادة الوزير وأخذ شهادة تقدير، يعني حاجة كبيرة وفرحة كبيرة جدا بالنسبة لي. والله هو إحساس جميل الحمد لله. وأنا يعني أنا ممثل وزارة الشباب والرياضة من زون يمم، وأنا أصلا شغال محاسب في وزارة الشباب والرياضة شؤون مالية، وأنا كده ممثل الإعاقة كلها على مستوى جمهورية مصر العربية.
مش ليا انا بس لوحدي، لا لكل المعوقين، وما مثلنيهم حاجه كويسه ان انا الوزير بيكرمني، دي حاجه كبيره يعني الحمد لله. النهارده الجديد في التميز اللي احنا بنتكرم من قلب العاصمه الاداريه، من نادي لنادي، التحفه اللي قدامنا والمنشآت العظيمه اللي احنا شفناها، وده جميل جدا ان احنا نشوف هذا الصرح. السنه اللي فاتت كان في نادي 6 اكتوبر حاجه عظيمه جدا، كل سنه بيحصل اضافات، كل سنه في انجازات، كل سنه الدولة المصرية للأمام بإنجازاتها القوية تحت رعاية وفخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الحمد لله رب العالمين، معالي الوزير حاطط توجيه من أول السنة اللي هي المعايير للتميز، احنا بنشتغل في ضوءها، والمديريات بتشتغل بتحاول كل واحد يجتهد، في خطة إنشائية لازم تخلصها، وده بيحس الشباب لما في مبادرة يعملها شباب، مجموعة شباب وتترفع للوزارة، ده بتخلي الشباب نفسها بتقابل معالي الوزير. تكريم دوري مراكز الشباب بتشارك فيه بيحصل ويحصل تكريم زي ما حمزة بن سويف كده. تعالوا نحكي حدوته الاول. اهلا بحضراتكم. حدوته في البسيط وفي السريع، اي دوله عاوزه تتقدم بشكل عام بتعمل ايه؟ بتعمل مجموعه او يعني بتدفع بمجموعه من الحزم على اصعده مختلفه، الصعيد الاقتصادي للحزم بتاعته، اصلاحات هيكليه، الخ. طيب صعيد الصحه برضو تبدا الدوله تشتغل على مجموعه من الحزم علشان خاطر تستثمر في القطاع الصحي، تستثمر هنا مش بالمنطق المالي ولكن انها بتوسع قاعده الرعايه الصحيه بتاعتها، بترفع من الكفاءه بتاعه القاعده او قاعده الرعايه الصحيه بتاعتها الى اخره. كذلك بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي أو ما قبل الأكاديمي، ثم يأتي حاجة كده اسمها التعليم الجامعي والبحث العلمي. الدول علشان تقدر تتقدم لقدام فبتشجع التعليم الجامعي جدا، تشجع البحث العلمي جدا، ومن ثم يبقى في عندك أجيال جديدة قاعدة عمالة بتطلع متعلمين كويس، متعلمين مظبوط، بتطور الجامعات بتاعتك، بتطور المنظومة بشكل عام. جزء من ده بالفعل بيحصل في مصر، وبالفعل بدأت مصر أنها تشتغل على مسألة الجامعات الأهلية. وبالمناسبة الجامعات الأهلية ما هياش اختراعنا، الجامعات الأهلية دي موجودة في كل حتة في العالم، حضرتك تقدر تقول بمنتهى البساطة إنه أبرز جامعات العالم كلها أهلية. الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الجامعات اللي فيها أهلية، إنجلترا أبرز الجامعات اللي فيها أهلية، بلجيكا أبرز الجامعات اللي فيها أهلية، إلخ. طيب علشان أشجع هذه الجامعات الأهلية فأنا أقول والله أنا عايز أشوف الأول التخصصات بتاعتها هتبقى عاملة إزاي، هل هقدم التخصصات التقليدية ولا تخصصات جديدة، وأشتغل بالنظم الجديدة في العالم في التعليم الجامعي والأكاديمي والبحثي. النظم الجديدة اسمها برامج تعليمية، مش البرامج التعليمية بتاعت التلفزيون بتاعتنا بتاعت زمان. الشغل جوه الدراسة بيتم على أساس البرنامج، مش أنا داخل كلية الهندسة أنهي برنامج يعني، مش أنا داخل كلية الطب أنهي برنامج يعني، مش أنا داخل علوم طبية أنهي برنامج يعني، وهكذا. طيب يجي الولاد عاوزين يخشوا الجامعة دي وعاوزين يخشوا البرنامج ده بالتحديد، فيجيب الأول درجاته وبكده يتقدم للجامعة ويخش الامتحانات بتاعت الجامعة، اختبارات القبول إلى آخره. نيجي عند المصروفات فنجد إنه رئيس الجمهورية يوجه بضرورة دعم مصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب اللي بيتقدموا للالتحاق بالجامعة الأهلية، بيشجع الولاد أكتر على الدخول، وبالتالي الدولة هتتحمل جزء من المصاريف، الدولة هتتحمل جزء من المصاريف، ويصبح ولي الأمر بتاع الطالب يتحمل الجزء الآخر. بالمناسبة ده جزء من الحاجات اللي كان أو يوصي بيها أو يشتغل عليها الحوار الوطني وكذلك القوى السياسية، وبالتالي هذه الإجراءات تبدأ تدخل إلى حيز التنفيذ بدءا من بكرة. كل سنة وانتم طيبين. الخميس ده يعني فضل لنا تقريبا حوالي ساعة 25 دقيقة. بدءا من بكرة تبدأ العملية في مسألة دعم الدولة
لمصروفات الجامعات الأهلية تبدأ تبقى جوه نطاق التنفيذ وحيز التنفيذ بدءا من غدا 1 سبتمبر بإذن الله 2022. معانا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا أهلا يا دكتور. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله الحمد لله يا رب. صوتك تعبان شوية يا دكتور عادل. لا خالص، ده احنا غالبا كل القنوات وكل البرامج بيزنوا عليك فصوتك أجهد. الله يخليك دكتور. احنا عايزين نعرف اكتر يعني ايه الدولة هتتحمل جزء من مصروفات الطلبة المتقدمين، وهل اي طالب هيحصل على هذا الدعم ولا انه هذا الدعم ليه شروط ومحددات؟ يعني ببساطة شديدة جدا حضرتك، معنى تكلفة الطالب أو مقعد الطالب في الجامعة إذا كان في القطاع الطبي أو القطاع الهندسي أو القطاع الإنساني، تكلم حضرتك عن مؤسسة تعليمية بتكهين بمعامل بأساتذة بجهاز إداري بتكلفة تشغيل، كل ده بالإضافة إلى أن إحنا حضرتك بنقسمه على عدد الطلاب المستفيدين من الخدمة بيطبع على حضرتك متوسط تكلفة الطالب. لما النهاردة بنتكلم على إنشاءات في المرحلة الأولى وتجهيزات المرحلة الأولى لـ 12 جامعة أهلية جديدة، المرحلة الأولى تكلف 40 مليار جنيه. النهاردة حضرتك لما يدخل الطالب في القطاع الطبي أو الهندسي أو العلوم الإنسانية، لو تحمل التكلفة كاملة لدينا شريحة كبيرة من المجتمع أبناء يرغبون في فرص تعليم متميزة، ولكن المقدرة المادية لا تمكنهم من الحصول على هذه الفرص. هنا تأتي توجيهات السيد رئيس الجمهورية أن الدولة تتدخل بدعم 50% من قيمة التكلفة الفعلية لتعليم الطالب في هذه الجامعات. احنا حضرتك لماذا 50%؟ على الأقل تتحمل الدولة في سبيل تكليف نوع جديد من التعليم المتميز اللي بيركز على برامج دراسية جديدة، اللي عنده مسألة التشغيل الدائم والصيانة الدائمة بالإضافة لبرامج دراسية حديثة وشراكات دولية، عشان نقدر نقول إن إحنا بنتكلم على تعليم حديث ومعاصر. كافة هذه الجامعات خلال سنوات قليلة سيكون لها إن شاء الله مكان في التصنيفات الدولية للجامعات. لو ترك الأمر ربما للطالب في هذه الظروف، عندنا شريحة مجتمعية والشعب المصري حريص على تعليم أبنائه تعليم جيد، وفرص التعليم الجيد في المجتمع مكلفة ماديا. إذا سيدخل الدولة بهذا الدعم بالإضافة إلى الجزء الذي طالب هنا هيسدد المصروفات اللي عليه من خلال نظام الأقساط اللي بتعلنه الجامعات، وبهذا الشكل نضمن تقديم تعليم متميز ببرامج دراسية جديدة في حدود تكلفة تستطيع أسر مصرية كثيرة إن هي تتحملها في سبيل تعليم أبنائها تعليم جامعي جيد. عظيم. طيب ده هيخليني حتى لا يلتبس الأمر على أي حد، أنا النهاردة لو هاخد ابني أو بنتي وهنروح نقدم في جامعة من الجامعات الأهلية، وافترضنا أنه هو مر بالاختبار ونجح بيه، فبنسأل على المصروفات فيقول لي والله المصروفات كذا، دي كده المصروفات بعد الدعم اللي قدمته الدولة، صح كده؟ كان حريص حضرتك السيد الوزير مع السادة رؤساء الجامعات حتى على حضرتك في مكتب التنسيق في طابع معلن للطالب حجم المصروفات اللي هيتحملها الطالب. يعني النهاردة حضرتك على سبيل المثال لما اتكلم عن برنامج في الطب البشري وتيجي احدى الجامعات، على سبيل المثال هقول جامعة بني سويف الاهلية، ماشي، تقول انا هقدم هذا البرنامج للطالب ب 85000 جنيه، تمام؟ هل ال 85000 هي تكلفة البرنامج؟ على الاطلاق لا، ده التكلفة التي ستحملها الطالب، وتتدخل الدولة بدع الجزء المتبقي من تكلفة تعليم الطالب التعليم الحديث. خلينا أكد لحضرتك على نقطة مهمة، لما نقول النهاردة تجربة تعليم حديثة ومتميزة بالنسبة للطالب، يعني نتكلم على أعضاء هيئة تدريس متميزين، برنامج دراسي متميز، فرص تعليم وفرص تطبيقية جيدة،
بنتكلم على تشغيل كفء، بنتكلم عن عناصر إدارية متميزة، كل ده بتتدخل في هذه التكلفة. فإذا ما سيدفعه الطالب والمعلن له على موقع الجامعة والمعلن على طابع التنسيق هو ما سيتحمله الطالب من مصروفات، لكن يقابل ذلك نسبة الدعم اللي تدخلت بها الدولة في سبيل توفير هذه الفرصة. والدعم ده تقريبا اللي هو تقريبا برضو 85,000 التانيين اللي الطالب ما بيدفعهمش أو الولي الأمر بيدفعهم. نفسه لما بيقارن حتى في البرامج الدراسية اللي هي متاحة للطلاب داخل الجامعات الحكومية هيجد نفسه ان هو اقل منها بكثير. اقل منها بكثير وده نابع من ايه؟ دخول الدولة بدعم بنسبة كبيرة زي ما قلت لحضرتك تصل الى 50%. هاخد مثلا على سبيل المثال احد برامج العلوم الانسانية. وليكن برنامج يخص الاعلام الراقي. ماشي. البرنامج ده لما نشوفه هنلاقي في احدى الجامعات معلن مصروفاته 25,000 جنيه. هل هذه قيمة البرنامج؟ لا بالتأكيد. ولكن هي قيمة على الأقل حوالي 40% من القيمة الفعلية لتكلفة البرنامج. إذن الطالب حضرتك ولي الأمر سيتحمل تكلفة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، والدولة الحقيقة متحملة بنسبة دعم 50% إلى 60% أو أكثر قليلا من 50%. صحيح. طيب في النهاية خلاص ده عمليا بيدفع بالعملية الأمام. بتعتقد يا دكتور أنه هذا الدعم يعني يستمر لقد إيه؟ يستمر سنة 2-3-5؟ يعني إمتى أقول أنه لا داعي أنه الدولة تستكمل هذا الدعم وأنه الموضوع يصبح بقى متروك في هذه الحال للجامعة نفسها زائد أولياء أو المصروفات اللي هيدفعها أولياء الأمور؟ أأكد لحضرتك أنه فكرة الجامعة الأهلية لما تبنتها الدولة هي جامعات غير هادفة للربح طبعا، ولا تسعى إلى تحقيق ربح الإطلاق، لأنه مسألة هذه المصروفات هي فقط كعائد تصرف على مسألة التشغيل بكاملها. وإذا ما تبقى شيء من مصروفات التشغيل سيوجه إلى دعم الجامعة الحكومية ده في حالة وجود فائض. هذه المسألة سوف تستمر مسألة الدعم؟ الإجابة نعم، لأنه كما أذكر لحضرتك لدينا شريحة حريصة على توفير تعليم متميز لأبنائها وبمصروفات تدعمها الدولة وتستطيع الأسر أن هي تصرف عليها طالما كانت هذه المصروفات في متناول اليد وفي قدرة الأسرة المصرية. نتكلم على برامج عديدة وده يفصل لنا لماذا الإقبال الكبير على الجامعات الأهلية من الطلاب. حقيقة تجربة التنسيق بالنسبة للجامعات الأهلية أثبتت أن احنا عندنا إقبال كبير من الطلاب على برامج الجامعات الأهلية في كل تخصصات. هل الجامعات يا فندم بتعلن عن نسب الزيادة السنوية المتوقعة لكل عام دراسي؟ يعني بره بيعملوا كده كل جامعة؟ خلينا أكد لحضرتك سواء بنتكلم على منظومة التعليم العالي عموما، جامعات أهلية، جامعات خاصة، برامج داخل حتى الجامعات الحكومية في بعض الأحيان، كل بيعلن للطالب حجم المصروفات اللي هيكون مطالب بدفعها. طيب في إطار أولا الشفافية وتنفيذ توجيهات الوزارة إن حجم المصروفات المطالب بها الأسرة والطالب تعلن عشان يبقى الطالب عارف كويس جدا حجم المصروفات اللي هيكون مسؤول عنها لمدة للمدة اللي هيقضيها في الجامعة. يعني انه يبقى عارف انه لو الطالب مثلا هدرس 4 سنين يبقى المصروفات السنوية بتاعتي خلال ال4 سنين هتبقى كذا مضروبة في 4. بالظبط. ده كويس جدا. بره بيعملوا ساعات او يعني في بعض الجامعات منها اوكسفورد وكامبريدج واظن امبيريال لا امبيريال كوليدج ما بتعملش كده، بيقولوا انه احنا عندنا زياده سنويه في المصروفات تقدر بتقريبا من 4-4.5%، يعني دي النسبه اللي هم بيقولوها دايما. طبعا هي ما بتبقاش على الطالب اللي موجود يعني، لكن الملتحق يعني لو انا النهارده ببص على مصاريف الجامعه ولقيتها 20,000 استرليني وان كانت ما هي اكتر من 20 يعني 29,000 استرليني مثلا، فانا ببقى عارف ان انا لو ولادي هيلتحقوا السنه الجايه هيبقى ال 29,000 دي زائد 4%. هو
هو حضرتك ايا كان يعني شكل الاعلان، سواء بشكل نسبه مئويه او بشكل يعني مبالغ، اعلان حجم المبالغ، لكن في النهايه هو المبدا واحد، الشفافيه في التعامل مع الطالب. حلو. ان الطالب يدخل العام الدراسي وهو عارف هيحصل ايه، ويفهم جيدا حجم المصروفات، ليس هذا فقط ولكن ايضا طريقه الدفع. طبعا هناك تأثيرات تقدم من الجامعة للطالب، على سبيل المثال أنه ممكن 50% في الفصل الدراسي الأول و 50% في الترم الثاني. عظيم. الجامعات بتعلنها، سواء جامعات خاصة أو جامعات أهلية، كافة البرامج الدراسية، والجميع تعود على ذلك في تحقيق الشفافية أمام ولي الأمر عشان يبقى عارف حجم المصروفات وطريقة دفعها. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا دكتور عادل، اثقلنا عليك وطولنا عليك، كل الشكر لدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. احنا كده ماشيين على خط حلو بصراحة جدا يعني. طيب احنا لسه بنتكلم عن التعليم، بس في تعليم مختلف بدل التعليم الجامعي والجامعات الأهلية، تعالوا نتكلم على الموسم الدراسي. افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم المعرض الرئيسي لسلسلة معارض أهلا مدارس. بالمناسبة كنت بتكلم لسه أنا وزمايلي وإحنا بنتفرج حتى على الافتتاح، فأجمعنا كلنا بق واحد، إحنا بنحب الراجل ده بالمناسبة جدا. يعني أنا لم أجد حد في مهنتنا ولا في غير مهنتنا بشكل عام إلا إذا كان يشكر في الدكتور مصطفى مدبولي، والله العظيم ما بهزر، أنا بكلم جد، الناس بتحبه، البني آدم العادي المواطن العادي أيا كانت مهنته بيحبه، الناس بتحب الراجل ده. يعني كانت جملة اعتراضية كده في النص بصراحة. المعرض بتاع أهل المدارس هو بالفعل مقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مدينة نصر. حلو الكلام؟ طيب خلال الافتتاح أكد وزير التموين دكتور علي المصلحي أنه من المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1 سبتمبر والمدة 10 أيام. كويس؟ طيب بإجمالي كم معرض؟ بإجمالي 23 معرض رئيسي في المحافظات و119 معرض فرعي، ده بالإضافة ل33 شادر و27 قافلة متحركة متنقلة و500 مكتبة، وتخفيضات إن شاء الله إن شاء الله تبقى تخفيضات حلوة كده تيسر على الأهالي وأولياء الأمور. أنا زي ما كنت بقول لكم في أول حلقة، من أكتر الحاجات اللي عجبتني كان تصريح لدكتور مصطفى النهاردة وقال سنة كل سنة المكون المحلي بيزيد والمنتجات المحلية بتزيد عندنا في معرض أهل المدارس. ده اللي أنا عايز أقوله لكم يا جماعة، خد بالك إحنا لما بنيجي نصنع ونشجع التصنيع ونشجع المصانع والورش الصغيرة ونشجع الموجود على تقنين أوضاعه، وإحنا مش هنقعد ندفن راسنا في رملة. في ورش موجودة وبتعمل منتجات بس مش مقننة أوضاعها، لا رخصة ولا سجل ولا بطاقة ولا هو موجود في منطقة صناعية كمان يعني. طيب بتيجي نقعد نفكر ونبقى إيجابيين، وأنا أدعو في ذلك السادة المحافظين، يسروا لا تعسروا، أرجوكم لو سمحتوا يسروا ولا تعسروا. عايزين نشجع المصنعين على التصنيع، عايزين نشجع راغبي التصنيع على التصنيع. يعني ايه؟ يعني انا لازم يبقى في عندي المناطق اللي انا عارف ان انا هقدر ان انا اعمل لها منح مثلا لمجموعه من المصنعين كي تكون منطقه صناعيه، والله الحته دي احنا عايزين نعمل فيها جلود، الحته دي عايزين نعمل فيها مثلا صناعات ورقيه، الحته دي هنعمل فيها زراعات بتاع ده اسف تصنيع للاعشاب الطبيه والعطريه، الحته دي بنعمل مش عارف فيها تعبئه وتغليف ملح، الحته دي بنعمل فيها كذا، الخ الخ الخ. يسر ولا تعسر. انا بيجي لي كم ناس تقول لنا يا جماعه احنا عايزين المحافظين يشدوا حيلهم معانا، احنا طالبين منطقة صناعية وطالبين كذا، بس لسه الأوراق بتنظر. الأوراق تنظر على العين وعلى الراس، تاخد وقتها على العين وعلى الراس، لكن تطول أكتر مما يجب. أنا عمليا كده بعطل المراكب السير في محافظ سريع وفي محافظ بطيء. أتمنى أن الكل يبقى إيه
سريع. طيب خلوني اخد مع حضراتكم مكالمه يمكن واحنا بنتكلم على مساله اهل المدارس والحاجات الحلوه اللي انا شايفها قدامي دي. استاذ احمد ابو الفضل هو مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه التجاريه بوزاره التموين. خد بالك الرقابه التجاريه مهم قوي الكلام ده. ازيك يا استاذ احمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ وكل عام حضراتكم بخير لحضرتك وجميع الساده المشاهدين. ازاي الحال؟ كله تمام؟ والله الحمد لله في نعمه. الرقابه التجاريه الحمد لله رب. الرقابه التجاريه دي تراقب الجوده وتراقب الاسعار؟ بالظبط زي ما حضرتك اشرت، الاثنين مع بعض دي مهمتنا. ايوه الاثنين مع بعض. طيب الرقابه على الاسعار اخبارها ايه دلوقتي يا استاذ احمد؟ طيب خلينا نتكلم بالنسبه للاسعار يا فندم. هو استقرار الاسعار بيجي من حاجتين. اول حاجه التنافسيه اللي موجوده في السوق. أيوة. من خلال تنافس الشركات والمصانع والتجار، فده بيؤدي طبيعه الحال الى استقرار الاسعار. ده الشق الاولاني. والشق الثاني بقى هو دور الرقابه بتاعنا. يمكن وزاره التموين طبعا اللي بيرسها معالي الدكتور علي المصلحي، يمكن توجيهاته لينا دايما بتشديد الرقابه على الاسعار وتكثيف الحملات على الاسواق. الهدف منها حاجه مهمه جدا، دخل طمانينه في نفوس الساده المواطنين ان السوق مستقر، وفي نفس الوقت برضو التفتيش على الجوده مش السعر بس. التفتيش على الجوده مش بس السعر. ده كويس، ده كلام رائع، هنفتش على الجوده. بس انا عندي مشكله كبيره في مساله التفتيش على السعر. الناس بتشتكي من ايه يا استاذ احمد؟ انه في اماكن كتير جدا بتزود اسعار عيانا بيانا، جهجهوني ومش حد بيقول لهم انتوا فين. طيب يمكن دوت دور الرقابه عندنا حضرتك، يمكن الساده المفتشين في وزاره التموين وعلى مستوى المديريات اللي موجوده في محافظات مصر، يمكن على علم ودراية تامة جدا بكيفية احتساب وحساب هامش الربح بالنسبة للتاجر. العملية سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت كتير جدا مع سائر المفتشين في التشييك أو التفتيش داخل المصانع أو حتى المحال التجارية. فدي يمكن أمر محسوم تماما. ولكن يمكن زي ما أشرت لحضرتك قبل كده أن استقرار الأسعار هو بيأتي من التنافس اللي موجودة في السوق. الحاجة اللي عايز أشير إليها برضه حضرتك على سبيل المثال، ان النهارده يمكن تم افتتاح طبعا معرض اهل مدارس زي ما حضرتك اشرت، وشرف طبعا بافتتاحه معالي دوله رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي والسيد وزير التجاره والصناعه مع طبعا الدكتور علي المصلحي والسيد اللي هو محافظ القاهره. يمكن حضرتك عدد العارضين الموجودين في المعرض حوالي 199 عارض. الحاجه الجميله بقى ان 70% او اكثر من 70% من المعروضات داخل المعرض هي صناعه محليه مصنوعه داخل جمهوريه مصر العربيه. ويمكن ده الهدف الاساسي من اقامه اي معرض داخل جمهوريه مصر العربيه، زي ما بيوجه دايما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهدف من اقامه المعارض دي تقدم يمكن حاجتين. اول حاجه هو تخفيف العبء عن كهل الساده المواطنين. الحاجه الثانيه بتظهر القدرات الذاتيه للبلد. انا بلد عايز انمي الصناعه بتاعت المحليه. ويمكن يعني رب ضاره النافعة، يمكن تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه ادت بينا ان احنا لازم نعتمد على التصنيع المحلي بنسبه كبيره جدا. يعني انا شايف الموضوع ده من نظره ايجابيه شويه مش سلبيه زي بعض الناس ما بتشوفه، ان احنا لازم نعتمد على نفسنا في الصناعه. لازم يبقى لنا مكون صناعه بنسبه 100% ان شاء الله على المستوى القريب والمستقبل القريب باذن الله. لازم نعتمد على نفسنا ولازم نشوف حالنا بقى. احنا مش اقل من الدول اللي سبقتنا، احنا بالعكس عندنا عقول متميزه، عندنا شباب واعي ومدرك لحقيقه الامر وحقيقه الظروف اللي راهنه اللي بتعيشها مصر وبتعيشها العالم كمان معانا، باعتبار ان جزء مصر جزء من العالم. فاحنا متاثرين بتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن يجب ان نعتمد على انفسنا، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي بتوجيهات معالي فخامه رئيس الجمهوريه والدكتور علي المصلحي وجميع الساده الوزراء. طيب ده كلام حلو جدا. هرجع برضو على الرقابه للاسعار. تمام يا فندم. احنا بننزل يا فندم نبص على الاسواق ونتاكد ان الناس ما بتغاليش في السعر. القصه مش قصه تنافسيه يا استاذ احمد، قصه تاجر لص مش تنافسيه. التنافسيه دي قصه تانية خالص. يعني ايه التنافسيه؟ في انه يبقى في حته الناس بتبيع فيها مثلا كيلو خضار ما، سميه زي ما تسميه، فليكن قوطه، فيبيعها ب 10 جنيه. تمام. وهو كده. ولو مش عاجبك روح لحد تاني. السؤال هو هل انا براقب الناس دي ولا ما براقبهاش؟ ولو براقبها امال ازاي هو بيعمل كده؟ ما انا لو براقبه يبقى هو مش هيجي له الجرأه يعمل ده. لان انا اكيد هاخد ضده الاجراء القانوني بقى، يطلع غرامه، يطلع تشميع، يطلع زي يعني حضراتكم اضرب الاجراء القانوني.
طب خلينا نتفق على حاجه يا فندم. قول لي يا فندم. احنا دايما يمكن مع الدكتور جيف في كل توجهاته لينا دايما بيراهن على وعي الساده المستهلكين. هو ده حائط الصد الاول، بمعنى ان اي مواطن واي مستهلك داخل جمهوريه مصر العربيه لما يلاقي في طفره في الاسعار هي أيوة. لازم يبلغنا على طول عشان نقدر نتحرك بسرعه ونداوي هذه الطفره. خلينا برضو نكون واقعيين. احنا عندنا عدد مفتشين كبير ويكفي، ولكن برضو ارجع واقول لحضرتك المواطن هو حائط الصد الدفاعي الاول ضد بعض التجاوزات اللي بيعملها بعض الساده التجار. ما من شك ان معظم الساده التجار هم مواطنيين داخلين في تنميه المستدامه بطريقه جميله جدا، ولكن في بعض القله المتجاوزين انا بسميهم المغامرين والمقامرين، هم دول يا فندم اللي بناخد ضدهم اجراءات حاسمه جدا لا تهاون فيها. استاذ احمد، استاذ احمد، هو انا عندي كم مفتش يا فندم في الوزاره؟ لا ده مش في الوزاره بس يا فندم، في المديريات كمان. ايوه يعني عندي كام، ولكن مع على كثرة العدد برضه لازم وعي المواطن هو حائط السد الدفاعي الأول. مش معقول يا فندم هحط مفتش على كل تاجر، استحالة. بس عندي سؤال بقى. نعم. مش المفتش بيبقى له نطاق جغرافي بيتحرك فيه؟ أكيد طبعًا يا فندم. ماشي. أكيد. أنا أقول للمواطن خد بالك؟ أقول للمواطن بلغ عن التاجر الجشع؟ أقول للمواطن لو الحاجة لقيتها أغلى من سعرها ما تشتريهاش وبلغ؟ طبعًا جدًا قوي خالص. بس انا مثلا هضرب لك مثل بسيط للحصر. في منطقه لطيفه كده او كانت لطيفه زمان اسمها جمعيه صحراء الاهرام، حدائق الاهرام. تمام يا فندم. اخر ميدان الرمايه كده. عارفها. على طريق الفيوم. عارفها يا فندم. المفتشين بينزلوا هناك يا استاذ احمد؟ على فترات يا فندم. حضرتك متاكد؟ عشان اكون صادق معاك طبعا على فترات يا فندم. فترات بيتم وبيتم تحرير محاضر هناك على فكره، ويتم عرضها على السيد وكيل النائب العام. هو المفتش يا فندم ليه حق ضبطيه ولا لا؟ ما هو ما اسموش مفتش الا اذا كان معاه ضبطيه. طيب. يعني اذا كان يا فندم بينزلوا، اصل انا قدامنا حاجتين يا فندم. يا اما انا يوسف، انا المواطن الاخ الفاضل يوسف طيب امير بيشتغل مذيع او بيشتغل نائب، يعني اختار حاجه من الاثنين، هينزل يصور لحضرتك اللي بيحصل هناك. تمام، واحنا معاك برضه يا فندم. ما هو اي معلومه هتجيلنا هيتم التعامل معاها بشرط. طب انا قلت المعلومه اهو يا فندم. خلاص يا فندم، يتم التعامل معاها بشرط. اعد لحضرتك كام حي؟ ده كده حي واحد، وما هواش حي يعني، ده حته تابعه لحي الهرم. فاعد لحضرتك كام حي؟ يا استاذ احمد، كل اللي انا طالبه ارجوكوا شدوا حيلكوا على التجار حبتين. شدوا حيلكوا على التجار حبتين، لا تلات اربع حبات. ارجوك يا استاذ احمد، شدوا حيلكوا على التجار تلات اربع حبات. احنا من ناحيتنا هنوعي المواطن ونقول له الغالي ما تشتريهوش، وبلغ عن التاجر الجشع، وما تسكتش وما تسيبش حقك. بس كمان لازم المواطن يشوف قدامه اجهزه الدوله، شمعت ده، غرمت ده، ظبطت ده. لكن المواطن لو مش شايف كده هيجي يقول لي واشتكي لمين؟ شكوى لغير الله ما زل، هيقول لي كده. لا يا فندم، في خطوط الساخنه موجوده طبعا ومتاحه. حلوه وجميله وعظيمه ورائعه، شدوا حيلكوا على التجار يا فندم. طيب في حاجه برضو اقدر ادفع على حضرتك، حضرتك طبعا جميل جدا وعملي وواقعي، ولكن في حاجه حضرتك اسمها ثقافه الاستغناء. انا كمواطن لما الاقي في حاجه بعض التجار هو المواطن مستغني خلقه. استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، استاذ احمد، تحت امرك عشان خاطري، شدوا حيلكوا على التجار، سايق عليك النبي. لا يا فندم، ده واجبنا طبعا تجاه الشعب بتاعنا يا فندم. احنا جزء من الشعب دوت، لكن الحملات يا فندم مكثفه بتقوم بواجب على اكمل وجه، ولكن اذا كان في بعض النقط الضعيفه لا يتم ان يقطع الضم بسرعه. ارجوك المشاكل ديت، ارجوك باذن الله. الدهو قدود. اشكرك جدا يا استاذ احمد، كل الشكر. استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه التجاريه بوزاره التموين. خلونا نروح لتقرير رحنا فيه لاكبر مصنع موجود مخلل في قريه شبرا تنه في الغربيه. تيجي تقولي التقرير على مصنع المخلل، اقول لك ليه بقى؟ المصنع ده مولانا مش بيع، ما هوش مجرد مصنع مخلل وخلاص، ده بيصدر. انا اول مره والله العظيم بكلمكم بجد، لحد ما عرفت المعلومه وشفنا التقرير
ان احنا في عندنا مصنع بيصدر مخلل. والله العظيم ما كنت اعرف وانبسطت. ليه؟ انا مصر تنتج خضروات وتصدر خضار، محطات تصدير كده تشوفها طول ما انت ماشي على الطرق اللي هي ما بين المحافظات وما الى ذلك، فببقى فرحان اتابع البيانات بتاعه وزاره الزراعه واتابع اشوف الاقي حجم التصدير بتاعي انا كمصر بصدر حصلات زراعيه وخضروات وفواكه و حاجه عظمه. معدل الصادرات بتاعتي عمال بيزيد الحمد لله والشكر لله. الناتج المالي اللي بيجي لي بالعمله الصعبه عمال بيزيد برضو، يعني الكميه اللي بصدرها بتزيد والفلوس اللي بجيبها بتزيد 100 فل. لكن ان انا كمان ابدا اصدر حاجات تقدر تعتبرها ما بين قوسين في حيز التصنيع زي الحفظ، ما هو المخلل ده عبارة عن ايه؟ خضروات محفوظة بشكل ما عن طريق ايه؟ التمليح والتخليل. هو ده، تعال تشوف التقرير ده فتعرف ان اللي عاوز يعمل الحاجة بيعملها حاجة اخر شطارة، حاجة اخر شطارة. استاذ احمد بالمناسبة يعني لسه هو بيقول لنا استاذ احمد والفضل هنعمل حملة مكثفة ولا حاجة المعنون بالتفصيل، منطقة حدائق الأهرام اللي هي على طريق الفيوم وطريق اسمه ايه ده الواحات، بس كده خش. لا هي حدائق الأهرام دي عايزة تتنكت، ده احنا تلات نواب بنشتغل على حدائق الأهرام مش عارفين نلمها منين ولا منين. معلش انا اسف ان انا بتكلم على موضوع نوب مجلس النواب، يعني انا هنا بشتغل مذيع بس مش عارفين نلم من فين ولا من فين. شركة الوطنية نزلت عندها هناك اكتر من منفذ، امان عندها هناك اكتر من منفذ، حلو. التجار غتتة، انا بقول لك اهو غتتة وعينيهم قد كده غتتة. فانا مبسوط استاذ احمد بفضل عايز يشكل حملة الى تجار حدائق الاهرام. يعني ارجوك لا تتناول هذا الدواء، الدواء بتاع الزيادات السعرية غير المبررة، شدة الحيل على الناس، الناس على باب الله يا عم خف واحدة واحدة مش كده؟ اهو التموين نازلالكم، وبالمناسبة هتنزل كل شوية كل شوية، فيتلم يا هتتلم انت حر. خلوني ارجع بس على تصدير المخلل، دي حكاية حلوة جدا. اه والله بنصدر مخلل. طب تعال نشوف المصنع ده وتعرف انه اللي عاوز يشتغل بيشتغل، اللي عاوز يكبر بيكبر، اللي عاوز يصدر للعالم هيصدر. اتفرج على التقرير. المصنع هنا عباره عن مصنع لتصدير تصنيع وتصدير المخللات وورق العنب. اول حاجه بنستلم الزروع من مزارعنا المسجله في هيئه سلامه الغذاء، بعد كده بيتم عمل عمليه غسيل للزرع، بعد كده بنعمل محلول الحفظ للزروع دي، بعد كده بيتم وضع الزروع ديت في البراميل الخاصه بيها وبنحط عليها محلول الحفظ بتاعها، بعد كده بنبدا ان احنا نحطها في المخزن الخاص بالمصنع عندنا هنا، وبيتم المتابعه وتفتيح البراميل دي كلها على فترات متقاربه جدا يعني خلال عده ايام، وبنعمل على تزويتها بالمحلول الملحي، وبنعمل برضو ان احنا نقيسها بالبي اتش، نقيس البي اتش ونقيس الملح بتاعها. بعد ما المنتج بتاعنا هنا بيكون اتفرز بنستلم احنا من مرحله الفرز للغسيل، بنقلب البراميل هنا في حوض الغسيل، بعد كده بيتغسل كويس جدا ويمر مره كمان مرحله كمان على الفرز، مره كمان بنتاكد ان احنا شلنا كل حاجه، بعد كده بيجي مرحله الميزانه ونقفل الجردل كويس، نتاكد ان الجردل ما يكونش فيه اي ثقوب ولا اي حاجه تدخل هواء ويسبب بعد كده بكتيريا للمنتج بتاعي، بنقفل الجردل تمام ونطلع بعد كده المرحله اللي بعدها. ببدا اخد الاستقرارات من مدير التصدير، ببدا ان انا ارجعها بشوف المكونات اللي فيها مطابقه للمنتج اللي انا هبدا ارصه ولا لا، بشوف برضو المحاليل، والسكر ده محتواه بيكون مكتوب عليه اللي هو المكونات، المحاليل اللي موجوده، محاليل الحفظ والميه طبعا والملح، ويبقى فيه برضو الانتاج، تاريخ الانتاج والانتهاء، ده طبعا مهم جدا، رقم التشغيله، المكونات الغذائيه، جدول القيم الغذائيه لازم يبقى موجود، ده كله بقى محتوى الاستيكر. بعد كده بقى اول حاجه اللي احنا خلاص اتاكدنا من ده كله، بنبدا اللي احنا نبدا نرص الباليتا، بنحط الباليتا عادي، بنبدا رص الجرادل، تلزيق استيكرات وهكذا، ابلكاش جرادل وموجود بره. يعني انا هنا بقالي سنه ونص تقريبا، باجي هنا الصبح بخش الاول على التعقيم والتطهير والحاجات دي، وبخش على الفراز حسب المنتج اللي بيجي لي بشتغله زي ما انت شايف كده.
سواء كانت شطة أو ليمون أو زيتون أو أي منتج. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ طيب خلونا نروح على حاجة اعتقد انها مهمة جدا جدا جدا، تهم ناس كتير، بتهم المنتج وبتهم المستهلك. ايه هي؟ في انباء عن اعلان البنك المركزي المصري يعلن عن ايه؟ دي انباء تاني، عن الغاء قرار الاعتماد المستندي للاستيراد. كويس؟ طيب ده بيهم المنتج وبيهم المستهلك، يهم المنتج انه اذا حصل كده يبقى ساعتها هيبقى في مرونه اكتر في ان الناس تقدر تستورد مستلزمات الانتاج و و و وبالتالي يبقى المنتج موجود عندك بشكل اكثر سهوله ويسر، وبالتالي تبدا الاسعار بتاعه بعض المنتجات او كثير من المنتجات تهدى حبه على المستهلكين. خلونا نحاول نفهم حول صحه هذه الانباء من عدمها من دكتور أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ الحمد لله تمام. مدى صحة هذه الأنباء؟ هو لغاية دلوقتي لسه ما صدرش قرار رسمي بكده، بس فعلا ترددت أنباء كتير عن اتخاذ القرار دوت في ضوء الإجراءات اللي اتخذتها وأعلنتها وزارة المالية لتيسير الإحراج عن الواردات المتراكمة في المواني. وهو قرار زي كده لو تم اتخاذه هيكون مكمل للإجراءات اللي اتخذتها السياسة المالية، وهيكون طبعا زي ما حضرتك قلت في صالح المنتج والمستهلك ورجال الصناعة والمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين والمستهلكين، يعني هيبقى في صالح كل المتعاملين في الاقتصاد المصري. عظيم جدا. طيب إذا حصل ده هل ده يبقى له أي علاقة بمسألة الوفرة من العملة الصعبة لدى المستثمرين سواء إذا كان مصنع أو مستورد لمستلزمات إلخ إلخ؟ هو إحنا لما كنا شغالين في البداية بالنظام بتاع مستندات التحصيل وبعدين بدأ التحول لنظام الاعتمادات المستندية في مارس اللي فات، كان الهدف من القرار دوت هو ان يبقى فيه رقابه اكتر على السلع المستورده ونوفر ضمانات للطرفين المتعاملين سواء المصدر او المستورد، ويكون في اتاحه اكتر للشركات اللي بتشتغل في التجاره ان يكون قدامها يعني فرايتيز اكتر. حلو. وفي الوقت ده كان برضو الدوله بتستهدف ان هي تفعل منظومه التسجيل المسبق للشحنات اللي بتقلل وقت الإفراج الجمركي وتوفر رقابة أكثر، ولكن طبعا الظروف العالمية ما سمحتش إن الموضوع يتم وناخد المميزات بتاعته. طبعا كل طريقة من الطريقتين سواء الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل ليها مميزات وليها صعوبات، لازم إن احنا هناخد الحاجتين مع بعض. فطبعا في ضوء الظروف العالمية اللي طبعا حضرتك عارفها وكل المشاهدين يعني عارفينها اتكلمنا فيها أكثر من مرة، كان الوضع صعب، فإحنا كنا بنستهدف إن إحنا نحافظ على النقد الأجنبي ونوفر نقد أجنبي، ولكن النتيجة ظهرت على عكس المستهدف. بالعكس يعني أزمة يعني توفر العملات ما كانتش متوفرة بالشكل الكافي، فده أدى لإن السلع ما كانتش متوفرة في الأسواق، اتراكمت في المواني، ندرة السلع خلت إن الأسعار ترتفع بشكل مبالغ فيه، فبقى فيه ضغوطات على الأسعار عالمية نتيجة التحديات العالمية، وإحنا كمان زودنا بقى فيه تحديات محلية فالأسعار ارتفعت بشكل أكبر. كنا برضو بنستهدف في الوقت ده إن إحنا نعمل توطين للصناعات المحلية، طب ما الصناعات المحلية محتاجة مواد خام ومستلزمات إنتاج من بره، بدأت العملية تزداد صعوبة، المستثمر الأجنبي برضو بدأ يبص إن فيه شوية تعقيدات هتقابله أو كده، فالأمور كلها ما مشيتش في المسار المطلوب. فمن المتوقع إن إن شاء الله قرار زي كده بالعكس بقى يوفر السلع فالأسعار تنخفض، ف يتم بقى يعني القضاء على السوق السوداء، الصناعات تنتعش اكتر، الاستثمارات الاجنبيه تكون الدنيا متيسره بالنسبه لها افضل. طيب ده معناه انه
بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى وتم تفعيل أو أنه ما بقتش مجرد أنباء وأنه صدر القرار بالفعل من البنك المركزي، ده من شأنه كمان أنه يخلي الأجهزة الرقابية على الأسواق تشد حيلها أكتر، علشان دايما في الجملة بتاعت أنه التاجر بيعمل نفسه مش واخد باله بقى، ما فمش عاوز ينزل أسعار، فنيجي نقول له الله طب ما هو كل حاجة توفرت انت ما بتنزلش السعر ليه؟ فده المفروض انه يستتبعه المزيد من الحزم لدى الأجهزة الرقابية على الأسواق، مش كده؟ بالضبط، لان النظام بتاع الاعتمادات المستندية ده بيكون فيه رقابة اكتر، سواء على السلع اللي بتيجي، نوعية السلع اللي بتيجي، او على الأسعار بتاعتها. فمستندات التحصيل بنختقد شوية لجزء الرقابة ده، فهيكون محتاج تقنيات مختلفة وأساليب مختلفة وتجديد الرقابة زي ما حضرتك بتقول، بحيث ان احنا نقدر نتغلب على الجزئية دي. طيب دكتور أسماء، من وجهة نظر اقتصادية، هل القرار ده إذا صدر بإذن الله سبحانه وتعالى هل يستلزم أنه يبقى فيه معاه قرارات أخرى مكملة؟ يعني مثلا النهاردة علشان أروح أودي للبنك أي شكل أشكال العملات الصعبة، البنك يشترط علي أن أنا يبقى فيه معايا مستندات تقول لي أنا جبت الدولار منين واليورو منين والاسترليني منين وما إلى ذلك. هل لو حصل حلحلة لمثل هذه الإجراءات، أو هل يفترض أنه يحصل حلحلة، هل نشجع أنه يحصل حلحلة لمثل هذه الإجراءات، يعني يبقى فيه قرار مكمل؟ يعني أنا مش قادرة أقول بالضبط رأيي في الموضوع ده، لأن هو ممكن لو الموضوع اتفتح قوي يفتح مجال يعني تصرفات ويعني ضخ لأموال مجهولة المصدر أو كده، وفي نفس الوقت لو الرقابة زادت بشكل كبير لا هيضر الناس الملتزمة اللي بتجيب أموالها عن طريق التجارة ومحتاجة السيولة الكافية. فأكيد الموضوع هيبقى محتاج يعني إيه، يبقى فيه رقابة أو يبقى فيه نوع من يعني إن الدولة لازم تكون شايفة حصيلة النقد الأجنبي اللي جايلها الإنفلو والأوت فلو ماشيين إزاي، ولكن مش بشكل إن هو يعرقل الدنيا أو يخنق الاقتصاد زي ما حصل يعني في بعض السلع ان يعني ما توفرتش في الاسواق بشكل كافي وارتفعت اسعارها، فدوت مش بيجيب نتيجه كويسه. طيب مثل هذه الاجراءات تخلق وفره في العمله الصعبه ولا يظل الحال على ما هو عليه؟ هي هتشغل الدنيا شويه، يعني اللي معاه فلوس وعايز يستورد بيها هيبدا يدفعها ويستورد ويجيب السلع ويبيعها ويكسب فيها فيستورد ثاني، فالحلقه هتدور والعمليه هتدور. انما ممكن دلوقتي يكون في ناس معاها بعض الاموال ويعني مجنباها شويه خوفا من ان هي مش عارفه الظروف اللي جايه هتحصل فيها ايه. وكمان النظام بتاع مستندات التحصيل ده بيسمح للعلاقة ما بين المصدر والمستورد ان هي بتكون علاقة فيها بعض، مثلا ممكن المصدر يدي خصومات يدي تسهيلات، فممكن المستورد بيدفع جزء وياخد شحنته ويستكمل بعد كده او يتعمل له خصم معين، فيبدأ يدي للتجار برضو بخصم او بتسهيلات معينة، فالدنيا هتمشي بالشكل ده. طيب السلع هتتوفر والنقد الأجنبي كمان هيحصل له حركة، بدل ما هو مش متوفر أو اللي معاه خايف يعني يفرط فيه أو يشتري بيه حاجة أو كده، لا الدنيا هتمشي وهتدور بشكل يعني سلس أكتر بالشكل الطبيعي بقى. كويس جدا. طيب هل ده معناه أنه كمان هنبقى محتاجين من البنك المركزي أنه يبقى فيه عنده حزمة أيضا من القرارات المتعلقة بقى هنا بتشجيع التصدير للمنتج المصري، يعني أشجع المصدر ولا إيه؟ هو دوت يعني القرار الأولاني اللي احنا بنتكلم فيه بتاع مستندات التحصيل دوت هيعمل تعزيز لوضع الصناعات المحلية المصرية. الصناعات المحلية المصرية اللي كانت واقفة على بعض مستلزمات الإنتاج أو بعض المواد الخام خلاص الدنيا هتكون أيسر بالنسبة لهم، فهيتم التصنيع بشكل مظبوط وهيتم الإنتاج. الإنتاج ده بقى يعني كان برضو من المستهدفات اللي الدولة بتسعى ليها في المرحلة الحالية علشان نواجه الأزمة ونواجه الضغوطات العالمية اللي انعكست على الاقتصاد المصري، إن احنا نوفر السلع بتاعتنا محلية ونوجه الفائض للتصدير لأن ده هيوفر لنا نقد أجنبي. عظيم. فالدنيا هتمشي، يمكن هتاخد وقت شوية لأن طبيعي إن القرارات الاقتصادية أثارها ممكن ما يبانش، يعني في أثار بتبقى بتبان في الأجل القصير وفي في الأجل المتوسط وفي في الأجل الطويل. يمكن عملية الصناعة بتاخد وقت شوية على ما المنتج النهائي يظهر ونبدأ نصدره بالجودة المطلوبة، بس هي دي خطوة أو يعني دي البداية، وهتتم بقى السلسلة إن شاء الله في شكل
شكل يعني مجموعة من النتائج الإيجابية هتظهر تباعا يعني. نتوقع سبتمبر مشرق كده بإذن الله. بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. تعالى نطلع بره كل ده وهنروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل في موضوع يبدو أنه ممكن يكون حتى بعيد عن يمكن موضوع الاقتصاد، هو بعيد عن موضوع الاقتصاد. الإحصاء بيكشف، جهاز مركز التعبئة والإحصاء بيكشف أنه في تزايد لمعدلات الطلاق بنسبة 14.7% عن السنة اللي فاتت. طيب السؤال بقى ليه؟ إحنا عاوزين نعرف إيه السر وراء زيادة هذا المعدل، والحاجة الأهم من كل ده لما نعرف إيه السر وراء زيادة هذا المعدل، هل إحنا نحتاج إلى ترميم للأسرة المصرية لو صح الكلام يعني؟ هل محتاجين ان احنا نقعد نفكر اكتر في ازاي نقدر ننقذ البناء الاسري عندنا؟ التزايد في هذه المعدلات شيء غير جيد على الاطلاق. الاسرة او منظومة الاسرة المصرية او المؤسسة الاسرية مفترض فيها الديمومة مش مفترض فيها الانهيار. خلونا نروح للفاصل، نرجع بعد الفاصل مع دكتور منى حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري، كمان دكتور عاصم جاد الخبير القانوني والمختص بقضايا الأسرة. استنونا بعد إذن حضراتكم. مثلا في عندي في الشركه شغال 16 في 4 او 5 مطلقين، حوالي ما يقلش عن 10 15 كده في خلال سنه يعني. اسباب ارتفاع الطلاق ان احيانا الزوج والزوجه ما بيبقوش متفاهمين، واحيانا لما الزوج يعمل مشكله مع الزوجه ما تفوتلوش، واحيانا الزوج ما يفوتش للزوجه. مساله العند وان هي المساواه، يعني انا راسي براسك. اختلاف التربيه والفكر والتعليم والتكافؤ، حاجات كتيره قوي. الموضوع مش ماده بس يعني، هو طبعا الماده ليها عنصر. مفيش توافق بينهم، ما بيبقوش قادرين يفهموا بعض. دلوقتي البنت بتبقى ما بتقدرش تتحمل او زي زمان، فبيبقى التالي بيبقى في طلاق سريع. عدم تفاهم الزوج مع الزوجه، خروج الزوجه للشغل وخروج الزوج للشغل، بيبقى في مساحه قليله اللي هم يقعدوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض. الاثنين حقيقي الاثنين، هي مش مستحمله وهو برضو ما بقاش يعتمد عليه قوي في المسؤوليات والكلام ده. هو غالبا احنا الجيل بتاعنا ده اللي هو بتوع مواليد السبعينات ومطلع الثمانينات هم الجيل اللي تسبب في زياده معدلات الطلاق بشكل او باخر، لان ما كناش بنسمع ان المعدلات دي زياده على الجيل بتاع ابائنا وامهاتنا ومن ثم طبعا اجدادنا وجداتنا الخ الخ الخ. ليه الجيل بتاعنا تحديدا؟ ما عنديش اجابه حقيقيه او واضحه او عميقه او مدققه او محققه، بس خلونا الاول نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو. دكتور منى حمدي استشاري الصحه النفسيه والارشاد النفسي والاسري، اهلا بيك يا دكتور. أهلاً. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك. دكتور عاصم جاد خبير قانوني في قضايا الاسره، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ايه الاحوال؟ الحمد لله يا رب يخلي حضرتك يا رب. دكتور عاصم سالني اللي تفتكر ايه السبب؟ قلت له غالبا شوية عيال. يعني المسألة متعلقة بأنه الظاهر كده على ما يبدو، بس صححني برضو حضرتك اللي بتشوف ده جوه قاعات المحكمة، تمام، الولاد دول اللي هم من جيلي والأصغر وما إلى ذلك، هو واضح أنه هم بياخدوا قرار الجواز مش عارفين هم مقبلين على الإيه، ده حقيقي، أو مش فاهمينه أو مش دارسينه، فلو هو عنده استعداد يشيل المسؤولية بجد ولا هي عندها استعداد تشيل المسؤولية بجد، فمع شوية خلافات بسيطة كانت بتعدي زمان الأجيال دي مش عايزة تعديها، ولا أنا غلطان؟ طبعا يا سبيل اللي ساعتك بتتكلم فيه ده هو ده لب الموضوع وده أساسه، ونعود إليه برضو سوء الاختيار. سوء الاختيار وغياب التكافؤ ما بين الأطراف، مسؤولية أنه يكون بيت، مسؤولية أنه يكون حياة زوجية، ما عندوش قابلية انه يغير حياته من شاب لوحده وهي آنسة لوحدها لام وزوجه وهو اب وزوج. بيتفاجئ
الشخص او السيده ان هو تحول حياته 180 درجه لنوع معين من الالتزام، نوع معين من المسؤوليه، تكبد معاناه الحياه، ان هو يكون ملتزم، ان هو يكون بعدد اكل معين، بشرب معين، بمتطلبات حياه، بمتطلبات اطفال، كل دول بيؤدي ان يكون الطرف الزوج او الزوجه لو ما كانوش على مدى من المسؤوليه الكامله لتحمل ذلك مش هيكون في حياه زوجيه، ومش هيكون في تكافؤ، ومش هيكون في استمراريه اصلا للحياه الزوجيه. طب تشوفوا في قاعات المحاكم انه الخلاف بيبقى اساسه كده، فكره استعدادهم وقدراتهم الاثنين على تحمل مسؤوليه مؤسسه الزواج؟ لما بتيجي سعادتك بتبحث الحالات على كل حالة على حدة، بيكون السبب الظاهر شيء، يعني مثلا بيكون في واحدة بتطلب طلاق للضرر، لسوء العشرة، لسوء المعاملة، للضرب، لي 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 لي. لكن سعادتك لما بتبحث أصل الموضوع هتلاقي عدم المسؤولية وعدم تكافؤ المسؤولية وعدم التدريب أو التمهين أو إن هو ياخد قرار بالزواج هو أو هي ما كانش بناء على أساس إن هو دارس، لأننا بنعتبر ان الزواج ده برضه يوسف بيه مشروع زي اي مشروع. لو ما كنتش انا بدرس مشروع وبدرس دراسه جدوى وبدرس ان هو ازاي هيقوم وازاي اخليه له استمراريه وازاي يكون اكبر واحسن من بيت واسره واسره واولاد متعلمين تعليم كويس وزوجه متعلمه تعليم كويس والى خلافه، هيكون طبعا زي اي مشروع من المشروعات ما قالوا الفشل. طيب هنا اروح لدكتور منى. دكتور منى، كاستشاري في الإرشاد الأسري والنفسي وما إلى ذلك، بتشوفي أنه فعلا هي دي المشكلة اللي موجودة عند الأسر المصرية مؤخرا، يعني زي ما كنت بقول في الجيل بتاعي والجيل الأصغر وما إلى ذلك، ولا أنه هناك أسباب أخرى؟ لا، هو مبدئيا أنا ما أحب أتكلم عن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق بالشكل المتزايد الرهيب ده. بحب أتكلم عن أن إن جنرال في كل العلوم بما فيها الطبيعية والتطبيقية إنسانية اجتماعية لا يوجد ظاهرة وحيدة السبب، هناك مجموعة من الأسباب بتتضافر عشان تطلع الظاهرة اللي قدامنا دي. ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق على فكرة مش في مصر بس، لا، في الدول العربية كلها معدلات الطلاق مرتفعة جدا، ولكن في مصر يمكن تكون في المقدمة. طيب لما نسأل سؤال، طب هو إيه السبب في الظاهرة دي؟ أنا أحب أقول لحضرتك إن أنا حط أربع نقاط أساسية وحط عليهم فوكس قوي. نمبر 1، مؤثرات العصر. مؤثرات العصر بمعنى إيه؟ كل عصر ليه مؤثرات ومفردات وعناصر بتخلي الشخصية، بتكون الشخصية بتاعت الشاب أو الشابة أو ابن هذا العصر. يعني هل الفتى والفتاة أبناء الستينات والخمسينات والأربعينات الرايق المنمق المثقف اللي كل هدفه في الحياة المعرفة والثقافة والوظيفة والنجاح في الوظيفة زي الشاب اللي دلوقتي؟ طبعا في اختلاف فظيع. طب إيه مؤثرات العصر اللي موجودة دلوقتي؟ وأحب أقولها نمبر 1، المؤثر الأساسي اللي بيسبب ظواهر كتير عدوانية وغريبة على مجتمعنا هو السوشيال ميديا والإنترنت، عصر الصناعة والثورة التكنولوجية. حضرتك في أبحاث ودراسات كثيرة جدا اتعملت وكتب اتكتبت في الدول الأجنبية ملخصة إيه، ومن أشهرهم كتاب The Shallows اللي إذا كان الناس عارفينه اللي هو السطحيون، بيتكلم عن إن السوشيال ميديا والإنترنت والتكنولوجيا بتأثر على بنية الدماغ. يعني إيه بتأثر على بنية الدماغ؟ يعني أنا السوشيال ميديا والإنترنت بتحفز إن الإنسان يبقى مشتت، بتحفز إن الإنسان ما عندوش تركيز، بتأثر على مراكز اللي في الدماغ الخاصة بالتحكم في العاطفة والتحكم في الانفعالات وإصدار القرارات، كمان بتحفز إن الإنسان يبقى عنده تململ سريع. بص تلاقي الجيل الجديد ده ما يقدرش يعمل حاجة لفترة طويلة، عيل زهقانة على طول. زهقانين. كلنا اللي خضع لتعاطي السوشيال ميديا والإنترنت بشكل حد الإدمان هو أصبح شخص بنيته الدماغية تم تغييرها إلى التشتت، عدم التركيز. كمان بتأثر على مركز القراءة، في مركز في المخ مسؤول عن القراءة، فلذلك محدش بيعرف يقرأ
الظاهره دلوقتي من كتاب هم ثقافه السماع والمشاهده. بقى ليه بقى؟ لان قال لك ان السوشيال ميديا اصلا متصممه، هي اصلا متصممه عشان كده، هي متصممه عشان تلغي لك دماغك، هي متصممه عشان تخليك عصبي، متصممه عشان تخليك مش مركز، متصممه، هي متصممه للشعوب العربيه عشان تعمل فيها كده. فدي نمبر 1. كمان بتحفز الاكتئاب. السوشيال ميديا رايحه للعالم مش بس ما احنا العرب. هنقول بقى، بس احنا عندنا بقى، ما احنا ما بنتهمش السوشيال ميديا كده ونحطها في القفص. لا، احنا بنحط معاها سوء استخدامنا احنا، صح، التعاطي المفرط، الشكل اللي بيأثر على حياتنا، وان احنا بقينا عايشين حياه مصطنعه، حياه استعراضيه، شو طول الوقت احنا مركزين في ان احنا نظهر اللي احنا عايزين نقوله للناس. فده بيعمل اكتئاب، بيعلي الايجو. هو لما هما بيقفوا قصاد بعض ما بيتحملوش لبعض، هو سببه ايه؟ انهم اصبحوا عصبيين، اصبحوا سقف توقعاتهم عالي جدا. انا بشوف طول الوقت في السوشيال ميديا وتطبيقاتها، انستجرام وتويتر وتيك توك، ناس براقه وبتلمع وجميله، فانا عايزه ابقى في الحياه الحلوه دي، بتفسحوا بيروحوا بيجوا بياكلوا. فده بيعمل حاجه اسمها تنافر معرفي. التنافر المعرفي ده، التنافر المعرفي ده معناه ايه؟ ان انا بقعد طول الوقت، الانسان اصلا مولود مبرمج على المقارنه. مفيش حد فينا ما بيقارنش، فيبدا يعمل التنافر المعرفي، يقارن ما بين واقعه والواقع اللي شايفه على السوشيال ميديا، فيجي له اكتئاب، يجي له عدوانيه، يجي له طاقه مكبوته، يجي له طاقه ان هو عايز يغير حياته. فكل ده بيحصل ايه بقى؟ الايجو بتكبر كمان، النرجسيه. طب ما يغير حياته، بس مفيش حد ضد ان فكره ان انت تغير حياتك الى ما هو اكثر ايجابيه. ما انا هكمل لحضرتك فكره السوشيال ميديا. هي بقى ايه حفزت؟ ايه حفزت؟ السيلف سنتر، ان انا شخص متمركز حول ذاتي، ان انا شخص الايجو بتاعي متضخمه، فبالتالي انا وكلامي انا ورايي انا وتسلطي انا، فهي بتحفز النرجسيه والايجو. فبالتالي بص تلاقي الزوجين يجوا يقفوا قصاد بعض، هي مش عارفه تتنازل، هو مش عارف يتنازل، لان الايجو عندهم متضخمه من اللي هم بيتعرضوا له. دي نمبر 1. نمبر 2 دي مهمه جدا جدا، واللي دكتور عاصم اتكلم عنها واتقالت في التقرير، في التقرير، فكره عشوائيه الزواج. بمعنى ايه؟ احنا بنتعامل مع الزواج في هذه الاجيال على طريقه اللي هو ميل تايم، وقت الوجبه. انت جه وقت الغداء، يلا قوم اتغدى، زي ما نبقى في الفندق يقول لك وقت الفطار، يلا يتجوزوا، وقت الفطار، الحق الفطار في الفندق اللي هيفوتك، فبتقوم تفطر حتى لو انت مش جعان. فنفس القصه وفكره برضو طريقه الديدلاين، انا دلوقتي خلصت جامعه يبقى ده حان الوقت، انا لازم اتجوز. اتجوزت، طيب يبقى وقت الخلفه. طب هل انتوا عندكم بقى السبب الثالث، عندكم فكره الوعي وثقافه الزواج والحب؟ هل انت تعرفت على نفسك؟ هل انت فهمت نفسك؟ هل انت عرفت احتياجاتك وحددتها علشان تبتدي تحدد اهداف الطرف الاخر، انت هتحققها له وهو هيحققها لك ولا لا؟ انت عارف اهداف منظومه الزواج نفسها؟ طب عارف واجباتك ومسؤولياتك؟ لو انت جيت سالت اي حد سؤال بسيط جدا، هو انت بتتجوز ليه؟ هتبص تلاقيه يقعد يفكر كده ويظن، انا اتخرجت واشتغلت اتجوز بقى، ويظن ويقعد يدور على الاجابه في دماغه، وبعدين في الاخر يقول ما هو انا لازم اتجوز، النتيجه ثالثه. طيب ما انا عشان انا عايز اكون اسره، طب انا عايز اجيب ولاد، طب انت هل انت كف ان تكون رب اسره؟ هل انت كف ان تربي اطفالا؟ فادي رقم 3. رقم 4 بقى، مظله العيله التي اختفت، اللي كانت موجوده زمان وكانت بتضلل على الزوجين، ويبقى في كبير عيله بيقول في صح وفي عيب، ويبقى انت ليك كبيرك. الجيل الجديد ملوش كبير، يا ساتر، كبيره دماغه. تمام، القطه كانت عيالها ولا ايه؟ نيجي بقى لفكره غياب الوعي والثقافه. احنا عندنا تعليم، شهاده موثقه ان انا اتعلمت، لكن لا يوجد تعلم ولا ثقافه ولا معرفه ولا وعي. فاذا غاب الوعي، طب انا ما عنديش لا نضج عقلي ولا انفعالي، انا هختار ازاي اصلا؟ هيبقى في عدم نضج في الاختيار، في عدم نضج في الحياه الزوجيه، عندي سقف توقعات عالي قوي في الزواج، داخل عايزه اتبسط واتصور واعمل ترند واعمل حفله واطلع على السوشيال ميديا، لكن فين جوهر الزواج؟ مش موجود. غير كده تبص تلاقي مثلا
الأزواج عندهم التوقعات الخرافية، اللي هو أنا داخل أنا في فترة الخطوبة اللي هي فانتازية الخطوبة، إن أنا طول الوقت قاعد بلصم في الخطوبة، قاعد أستعرض وقاعد أداري وقاعد أخبي وقاعد أعمل كل الحاجات اللي من قبيل إن أنا الطرفين أمشي الطرفين من قبيل أمشي الزواج ومن الأهل كمان. في النهاية بيخشوا يكملوا يلاقوا نفسهم كل اللي هم التوقعات الوردية بتاعتهم اللي هي إيه؟ ده هيتغير، هو في تغيرات جذرية من شخص دلوقتي هيتغير جذريا بعد الزواج. والتوقعات الوردية كمان في الحياة نفسها، اللي مش عارفينه الناس ان الحياة الزوجية 80% مسؤولية وواجبات وحقوق، 20% فقط متعة واستمتاع، وال 20% متعة واستمتاع متوقفين على ال 80%. هل انت اديت مسؤوليتك واجباتك وخدت حقوقك؟ فاذا انت راضي فهتعرف تاخد ال 20% اللي هي تمتع واستمتاع. لان ان انا لما اخد حقوقي منك كراجل وانت تاخد حقوقي مني كزوجه هيحصل في رضا، هيحصل في تفاهم، فبالتالي الرضا والتفاهم والحب هيوصل لايه؟ للاستمتاع. نفرح بقى، نفرح بقى. طيب انا هستاذنكم هروح لفاصل عشان نكمل فرحتنا بهذا الفاصل الاعلامي، ونرجع نكمل الكلام مره تانية مع دكتور عاصم ودكتور منى. استنونا لو سمحتوا. خلونا نجدد كل الترحيب مرة تانية بدكتور منى حمدي ودكتور عاصم جاد، وأعود مرة تانية لدكتور عاصم. دكتور منى، زي ما كنا بنقول في الفاصل، أول ست تنصفنا يعني وألقت إنه العيب على الجوز، راجل وست الحقيقة بمنتهى الإنصاف، يعني نشكرك بارك الله فيك. بس هي كمان داست قوي على زرار السوشيال ميديا ونتائجها على الأسرة المصرية. بتشوفوا ده دكتور عاصم كقانونيين ومحامين؟ الحقيقة مؤخرا وعلى مدار الخمس سنين اللي فاتوا بدأ يظهر جرائم معلوماتية، وبدأ يظهر مشاكل وأثر للسوشيال ميديا داخل البيت المصري وداخل الأسرة المصرية، مما كان ليها رد فعل وانعكاس سيء على حالات الزواج في مصر. فأصبح موجود داخل المحاكم وداخل أروقة المحاكم مشاكل كان سببها السوشيال ميديا، وسببها زوج بيشتكي من زوجة ان هي قاعدة وقت طويل جدا مش فاضية لبيتها، احيانا يقول لك انا شايفك على طول اونلاين ومش موجودة ومش متواجدة مع البيت وعلى الاولاد. الامور دي طبعا لانه ما بيوجدش الكلام ده جوه تكييف قانوني يعمل بيه طلب او ريكويست او كومبلين للمحكمة او شكوى انه يرفع بيها قضية، فبعد كده بيبان لك هذه التفاصيل اثناء تداول الدعاوي. اصل هي مش فاضيه، اصل هي بتقعد على النت كتير، اصل هو على طول اونلاين، اصل هو يعني من الطرفين، يعني بيعوز السوشيال ميديا من الطرفين. وده بيبين ان الفئه العمريه للاسباب حالات الطلاق لمصر بتتراوح من فئه ال 21 عاما حتى ال 34 وال 35 سنه، عدم نضج، وهم الصغيرين في سن اللي هم عندهم عايز للامر ان اللي عندهم قابليه للتعامل مع السوشيال ميديا. ما هي طبعا الناس اللي اكبر من كده سنا فطبعا ما يعرفوش، ما لهمش في التعامل مع الجميع دلوقتي. بالظبط. فاصبح يعيز الامر للسوشيال ميديا ليها دور سيء جدا ما لم يضبط التعامل معها، وكان ليها اثر سيء وأثر مباشر على الضرر بالأسرة المصرية والضرر بالبيت المصري. وده اللي بقيناه جوه المحاكم، بخاصة في الفئات العمرية اللي ذكرت لسيادتك، ل 21 ل 34، ودي إحصائيات ثابتة. في حد يتجوز وعنده 21 سنة؟ في بعض الريف بيكون في حالات الزواج أسبق من هنا، من القاهرة والمحافظات والأقاليم. لسه الحكاية دي موجودة. ما زالت هو بيتخرج سواء من مدرسة أو من دبلوم أو من جامعة. شوف حياتك، أول حاجة الفرد الثالث بعد الجيش وبعد العلام لازم يتزوج. فما كانش عنده ليها أي نوع من أنواع الدراسة أو أي نوع من أنواع
البحث في الامر او ازاي هكون اب او ازاي هكون زوج او ازاي هكون، وعلى الطرف الاخر برضه هي مجرد ان هي عايزه تطلع من بيت اهليتها وتعيش حياه مستقله، فبيكون اول واحد بيخبط على الباب يا اهل دون الارض قولونا دراسه الامر او وجوده او معرفه اسبابه او معرفه اليات نجاحه ما بيتوجدش خالص. وده اللي بيبين لنا داخل اروقه المحاكم ان في بعض الاحيان ان بعض الاطراف ما بتبقاش عارفه السبب الحقيقي لطلاقها. يعني ليه هم نفسهم مش حاطين ايدهم على سبب ملموس خالص 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 يا فندم. يعني انا مش مبسوطه بي 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 انا مش مبسوط. اما بنحيجي مثلا نحيل الامر المكتب تسويه المنازعات الاسريه وهي مرحله من مراحل ما قبل التقاضي، بيجي يعرض الامر الخبير النفسي او الخبير الاجتماعي او الخبير القانوني على الطرفين ويكتب تقريره استحالة التسوية ما بين الاثنين، لا ده عارف ايه السبب ولا عارف يحط ايده عليه، والطرف الاخر برضه ولا عارف ايه السبب ولا عارف يحط ايده عليه. يعيز الامر امام القضاء، امام القضاء القضائي هيحكم، ما ده مش حل تاني. حتى لو احلت في المحكمه الدعوه للتحقيق وسالت اطراف النزاع برضه مش هيعيز الامر لشيء، فبيكون الطلاق حتميا هو النتيجه المحتومه قضائيا، لان كده كده هو مش هبحث في الامر من غير اصحابه، لان الكلام طبعا بيبقى على مسؤوليه اصحاب الشان فيه، مش هجيب له دلائل او هجيب له قرائن من بره اعرف اتكلم فيها. ولكن في نقطه مهمه جدا، انا عندي مكاتب تسويه المنازعات الاسريه وهي بيتعرض عليها كل يوم اكتر من 3 او 4000 منازعه يوميه 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 من اسكندريه لاسوان. دور مكاتب المنازعات لازم يكون محوري اكتر من ذلك، انا عايز اديهم صلاحيات اكتر من ذلك، بمعنى ان انا كده كده هذه المكاتب انشئت من اجل ان هي تخف العبء عن المحاكم في الامور الزوجيه او في المنازعات الزوجيه، وتوقف حالات طلاق بدل ما يوصلوا بيبقى في ناس حالات طلاق، توقف اي خلاف موجود بشانه، لان كل الخلافات لازم بتعرض عليها. احيانا لو وصلنا ان احنا من خلال هذه مكاتب التسويه ان احنا في الخبير النفسي والخبير الاجتماعي والخبير القانوني بدراسه الامر بدراسه مستفيضه مع الطرفين ممكن يعدلهم او ممكن يعدل لهم قرار يكون سببه هدم اسره ويساعد القاضي في مرحله ما بعد هذه مرحله التسويه انه ما يكونش عنده نزاع من الاساس. حلو، هنا بقى دي لعبة الدكتور منى باعتبارك استشاري ومرشد نفسي وأسري وما إلى ذلك. كم في المية من الحالات اللي بتشوفيها بيرجعوا عن قرار الطلاق وربنا يهديهم كده وبيصلح أحوالهم وبيكملوا؟ على فكرة ممكن يتراجع ناس كتير جدا عن قرار الطلاق، بس إذا كان فعلا مكتب تسوية المنازعات والأخصائي النفسي والمرشد النفسي وكل الحاجات الحلوة دي ليست مجرد إجراء ولكنها مفعلة بشكل حقيقي، وإن فكرة إن أنا بدعي الزوج والزوجة عشان يجوا يسووا الموضوع وفي الآخر هو ما بيجيش وهي ما بتجيش وبيتكبروا على بعض، اللي هو أنا مش عايزك، عايز يقول لها أنا مش عايزك وهي تقول له أنا مش عايزاك، ما أنا لو جيت يبقى أنا كده عايزاك. لا، المفترض بقى إن أنا من ضمن الحلول اللي أنا عايز أقترحها عشان نحد من حالات الطلاق إن تفعيل مكتب التسويات ده بشكل حقيقي. المكتب ده يعمل يدول 3000 حالة يوميا، هو يعني عارف حالة في السنة. الدكتور عاصم عارف ان هو شكله سوري وان هم ما بيحضروش، لابد ان هو يكون في اجبار للحضور. صحيح. ويترتب الزم. ايوه يترتب على عدم الحضور ليه 3 مرات او 4 مرات يبقى في غرامات، والغرامه كل مره رفضي تبقى مضاعفه، او ان يكون في رفضه للمجيء في كل مره اسقاط حق من حقوقه. صحيح. هو ده التفعيل، انما انت جاي بين اتنين متنافرين واللي عند راكبهم وعايز تقول لهم تعالوا صالحكم هيجوا، مش هيجوا، يقول لك لا ده انا لما اروح يبقى انا بقول لها ان انا عايزك، لا ده انا لازم ما اروحش عشان اقول لها ان انا مش عايز. فلحظه الخلاف بين الزوجين اللي هما بقى الشيطان بيركبهم زي ما قالوا في التقارير ان هو بقى عنده وراس براس والنديه. على فكره بمناسبه النديه انا ارجع اقول اللي انا قلته في الفاصل، ان من ضمن اسباب تزايد معدلات الطلاق فكره الـ الحركات النسوية المتشددة اللي هي بلا ضابط، اللي هي طول الوقت قاعدة بتعمل حالة من العداء والصراع بين الذكر والأنثى، الرجل والمرأة، هذا بيخزن في العقل اللاواعي،
في السب كونشس، قوة العقل اللاواعي، بيفضل متخزن للحظة أنا مختلف معاك، الرصيد ده كله بيطلع على فكرة، دي حقيقة علمية. فإحنا عايزين يكون الترويج في حدود المصلحة، هو أنا بروج لإيه؟ أنا عايزة أتساوى بإيه؟ طب ما أنا ليا مكانتي وهو ليه مكانته؟ إحنا مخلوقين نكمل بعض مش نساوي بعض، ولا إلا كان ربنا خلق كله رجالة وكله ستات، ما هو خالق ده شكل وده شكل، إحنا مخلوقين عشان نكمل بعض، أنت عندك خشونة الست عندها نعومة، أنت عندك شدة هي عندها ضعف، هي أنت عندك تحمل مسؤولية هي عندها برضو الأمومة، أنت عندك أبوة كده. فليه احنا برضو الحركات النسويه تدافع عن المراه المظلومه، ولكن ما يكونش على الاطلاق ان احنا طول الوقت قاعدين بنحارب في الرجاله والرجاله يحاربوا فينا ويتضايقوا ان احنا بنحاربهم ويبقى عندهم حاله صراع. فطبعا دي من ضمن الاسباب. كمان الزواج الهروبي، ونسبه ان برضو في التقرير هي بتتجوز عشان تهرب من البيت، وبيبقى متسلط عليها الفكر الهروبي في الزواج، اول ما تلاقي وهميه الاختيار والخيال بتاعها برضو بتهرب بالطلاق، والولد بيهرب بان هو يتجوز لو كان فاشل في حياته التعليميه او الدراسيه، او هو فاشل في قصه حبه وعايز ياخد انتصار وهمي بالقبول، والاهل نفسهم احيانا بيهربوا لما يكون الولد معقد قوي يا جماعه. طبعا ده مليانه تفاصيل. لا احنا عايزين نقول حلول بقى. أكيد. انا عندي الحقيقه جمله شهيره بقولها في البرنامج ده الحقيقه، بقول لك القعده دي ما بتتحسبش. هم قالوا دلوقتي الوقت خلص، بس احنا عاوزين فعلا حلول. مش بس نناقش الحلول، واضح ان احنا لسه في عندنا المزيد من المسببات. في اسباب، فانا عايز ان شاء الله برضو نيجي تاني نتكلم على بقيه الاسباب ان شاء الله، ونتكلم فيما ونيجي ثالث نتكلم على مساله الحلول، لان المساله ما هياش هينه، زياده 14.7 عن السنه اللي فاتت، الحكايه بتزيد وبتتفاقم. لكن خليني اشكركم جدا بجد على وجودكم. كنت عايزه اقول حاجه صغيره بس في الحلول، حل في مهم 30 جدا ثانية. في 30 ثانيه. اولا احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه اسمها الدورات تاهيل المقبلين على تأهيل. الزواج بالزبط. وانها ما تحصلش فقط من ساعه ما انت داخل الجواز، لا، من سنه اولى جامعه تكون ضمن هذه المقررات، وتؤخذ في الاجازه، تؤخذ اثناء الدراسه، وتكون اجباريه. ونرجع ورا كمان شويه ونعمل حاجه اسمها التربيه الاسريه في المدارس من أول ابتدائي كل حسب مرحلة عمرية، علشان نرسخ قيم الأسرة ونرجع الأخلاق والقيم، ونعرف يعني إيه راجل، إن طبيعته إيه وسماته إيه، والست يعني إيه، وإن هما إزاي يتوافقوا مع بعض، ويعني إيه أسرة، ويعني يعني تحمل مسؤولية، وبناء الأسرة وطبيعة الحياة الزوجية وكيفية القوانين برضو. طيب هرجع أقول لكم القعدة دي فعلا ما تتحسبش، بس شرفتونا بجد ونورتونا، وأتمنى إن إحنا يبقى في عندنا كمان جلستين كمان زيادة عن الجلسة الأولى. وكل الشكر مرة تانية لدكتور منى حمدي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري، دكتور عاصم جاد الخبير القانوني والمختص بقضايا الأسرة، نورتنا وشرفتنا. حلقتنا خلصت لحد كده للأسف الشديد، زمايلي بيلموا شنطهم وخارجين أصلا من الاستوديو ناويين يسيبوني، لكن لو كلنا العمر إن شاء الله هنتقابل يوم السبت الجاي وفي نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.